طبعا. وهنا برضو يمكن احنا هنا في البرنامج اتكلمنا يمكن من شهر، احنا بقالنا شهر تقريبا، الصحف البريطانيه وصحيفه ديلي ستار البريطانيه تحديدا العالميه قالت انه الاهلي بشكل عام ثالث اكبر او اكثر انديه العالم كله حصدا للبطولات، ده على مر التاريخ بعد طبعا اسكتلندا سيلتك الاسكتلندي طبعا وجلاسكو طبعا رينجرز. فطبعا دي يعني كلها اخبار مش طالعه من نادي الاهلي، ولا طالعه من موقع مثلا فئوي، ولا طالعه من قناه نادي، لا ده بشهاده العالم كله يا كابتن هاني. ده حقيقي. بس خلينا نروح بقى ونشوف اهم اخبار النادي الاهلي. أكيد. ان شاء الله دايما متعودين حضراتكم يعني ان احنا دايما بنبدا اخبارنا في البيت الكبير بالاهلي وبالاستعدادات. ان شاء الله عنده مواجهه المصري يوم السبت اللي جاي، خلاص الفريق اغلق ملف مباراه الجونه زي ما قلنا، بدا يركز في المواجهه الصعبه اللي جايه. فايلر المدير الفني عقد محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق المران الجماعي اللي كان النهارده الصبح. فايلر اتكلم مع اللعيبه خلال المحاضره في الجوانب الفنيه كلها قبل مواجهه المصري علشان يصححوا اي اخطاء حدثت في مواجهه امبارح امام الجونه في الدوري واللي فاز فيها طبعا الاهلي بهدف نظيف. طبعا اكيد كلنا عارفين، يمكن وعلى الجانب الخططي طبعا الجهاز الفني بيركز على نقاط يمكن القوه اللي ظهرت في انا اقول اخر ثلث ساعه من المباراه. وخلينا نتكلم عامه، بيبقى المران اللي بعد المباراه بيبقى طبيعي، مران بيبقى ريكفري او استشفاء للاعبين اللي لعبوا جزء كبير من المباراه، وبيكون في جزء خططي على المستوى الفيديو او على المستوى المحاضره، بيبقى في محاضره نظريه بيبقى موجود فيها كل اللقطات بالنسبه للمباراه، اللي اتعمل صح اللي اتعمل غلط. طبعا ريني فايلر بيحرص دايما ان هو بيقعد مع اللعيبه جلسات مطوله على الجانب النفسي وعلى الجانب الخططي، طبعا بيشرح وجهه نظره كمان في المباراه اللي جايه بشكل عملي، وبيخصص طبعا فقرات للتصويب على المرمى بالنسبه ده زي ما اتكلمنا على ده في نهايه التمرين، كان في تصويب على المرمى بالنسبه للعيبه اللي ما اشتركتش في المباراه امبارح، ودايما بيكون عامل اللياقه البدنيه وعامل اللياقه الفنيه بالنسبه التوازن اللي بيحصل ما بين المجموعه اللي بتلعب والمجموعه اللي ما بتشاركش. دايما اليوم اللي قبليه سهام بيكون المجموعه اللي ما لعبتش الماتش بيبقى عندها تدريب بدني اكبر شويه عشان يعوض، يبقى لو احتاج اي حد من على الدكه بيبقى المستوى البدني قريب جدا. وبالتالي زي ما انت عارفه كمان المباراه يوم السبت يعني بعد بكره، فالفارق الزمني الفارق الزمني بيبقى قليل قوي. فطبعا النهارده المجموعه اللي ما لعبتش ماتش امبارح كان تمرين قوي جدا وكان في تصويب على المرمى، والمجموعه الثانيه كان في ريكفري واستشفاء طبعا لاستعاده اللياقه البدنيه، وده حريص طبعا الجهاز الفني على انه بيشتغل بشكل علمي جدا يعني. صحيح.